انا ده اللي يعني احنا كمان من حوارنا النهارده بتتضح ملامح كتير احنا كنا بنسال فيها. فكره الفلتره وانه الكيانات بتفلتر وانه كل شخص بصفته وباسمه موجود في مجلس امناء الحوار الوطني هو ممثل لكيان كبير ممكن يكون بيعبر عن راي بيشبهني او راي موجود في الشارع. احنا كمان بستاذن حضراتكم معانا مداخله من الاستاذ جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. استاذ جمال اهلا بحضرتك، الكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين وبضيوف حضرتك الكرام. احنا معانا الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين وسياده النائب احمد فتحي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. كل التحية والتقدير لحضراتكم يا فندم. بسرعة كده عاوزين نسأل حضرتك عن رؤيتك في للمشاركة في من خلال دورك كعضو لمجلس أمناء الحوار الوطني، رؤيتك للي ممكن يحصل في ملف تحديدا حرية الصحافة والإعلام اللي طول الوقت احنا بنتكلم عنه كده على استحياء ونقول ان احنا ممكن نحقق فيه مكاسب أكتر. يعني خلينا نقول انه يعني دورنا اولا نفصل بين حاجتين، دورنا كمجلس امناء وهو دورنا هو تنظيمي للحوار الوطني بشكل عام، نحن نشارك في تنظيم واداره الحوار الوطني بشكل عام. دي حاجه، وسؤال حضرتك حاجه ثانيه. وبالتالي عندما نتحدث عن حريه الاعلام خلينا يعني ناخد المساله بشكل اوسع، الكلام في حريه الاعلام ممكن حضرتك تتكلمي وانا اتكلم واستاذ عماد يتكلم وكلنا نتكلم في الاعلام، وفي لها علاقه بحريات، لها علاقه بوضع مؤسسات، بانفاق في 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 تطورها، في حاجات كثيره جدا وادوات كثيره يطول شرحها. لكن الحقيقه هو السؤال ماذا نريد من الحوار الوطني بشكل عام لهذه الأمة المصرية في لحظة مهمة، حوار وطني أعتقد أنه حدث تاريخي لو تم استثماره ويمكن البناء عليه لمستقبل، بل أنه من الممكن أن يكون مفتاح الدخول للجمهورية الجديدة، سواء الملف الإعلامي كما حضرتك ذكرتي أو الاقتصادي أو السياسي. أيوة بسأل حضرتك طبعا بحكم تخصصك، ايه اللي حضرتك يعني شايفه الفرصه الاهم؟ يعني بحكم تخصصي كصحفي حضرتك بتسالي طبعا. الفرصه الاهم انه يعني فتح افاق واسعه امام وسائل الاعلام بشكل عام، ازاي كيفيه التعامل مع المؤسسات الصحفيه ووسائل الاعلام الصحفيه بشكل عام على انها جزء كبير منها جزء خدمي بعيدا عن المكسب والخساره وغيرها، وذلك يصب في مصلحة زملاء كثيرين جدا، وضع يعني تعديل المواثيق اللي موجودة في التي تتعلق بالتنظيم الصحافة والإعلام بشكل عام. يعني هناك العديد الحقيقة من المحاور، القضية مهمة، القضية شائكة، القضية تحتاج إلى مزيد من الدراسة، تأمين الوضع بالتأكيد الصحفي والإعلامي لكافة الصحفيين وكافة أعضاء نقابة الصحفيين وغيرهم من يعملون في هذه المهنة سواء في الصحافة والتلفزيون، كلها أمور يعني تستحق أن يكون هناك مجهود من أجلها وتطرح في النقاش في لجنة الصحافة والإعلام داخل الحوار الوطني. كل كل التوفيق لحضراتكم، يعني الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.